بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة سيدتنا وشفيعتنا فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المهتدين بهداها والمرضيين لها وغير المغضبين لها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا رؤية وجهها يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليها. الحديث والمحاضرة التي رغب الإخوة أن أشاركهم من خلالها بعنوان الزهراء عليها السلام ومسؤولية الإعلام. إن حياة سيدة النساء صلوات الله وسلامه عليها مليئة بالمواقف التي يمكن لكل فئات الناس ونخبهم أن ينتفعوا منها ويستفيدوا منها. من جملة ما ينفعنا في عصرنا هذا، في زمننا هذا، أن نقتدي بالزهراء عليه السلام ونستفيد من مواقفها فيما يخص أن المرأة هل يمكنها أن تشارك في الحياة العامة؟ هذا تساؤل لا بد من الجواب عنه. التساؤل الآخر، هل أن الظهور الإعلامي شرط أن يكون منفلتاً، أو يمكن للجميع أن يؤدوا أدوارهم المناسبة من دون أن يغضب الله سبحانه وتعالى؟ هذا تساؤل آخر أيضاً يحتاج إلى إجابة. أولاً كتمهيد ومقدمة للموضوع، الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لقوله بسم الله الرحمن الرحيم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مخاطبا ابنته وبضعته فاطمة سلام الله عليها: يا فاطمة، إن الله عز وجل يغضب لغضبك ويرضى لرضاك. إذا عرفنا أن النبي صلى الله عليه وآله لا ينطق عن الهوى، يعني الموضوع الذي يحرك النبي باتجاه موقف من المواقف قولا أو فعلا مو من جهة العاطفة وليس من جهة رغبة شخصية بحتة فقط، هو بشر ولكن نبي، وهذه في صلب عقيدتنا أن الأنبياء معصومون. فالنبي صلى الله عليه وآله وهو سيد الأنبياء وهو أفضل الأنبياء وهو خير الخلق المعصوم يخاطب ابنته، هل أن هذا باعتبار أنها ابنته الوحيدة، أم أنه يهدف من وراء ذلك إلى تسجيل موقف للأمة للبشرية بأن فاطمة سلام الله عليها لها مكانة ولها خصوصية لا يمكن لأحد أن يختصر ذلك على أساس أنها امرأة اعتيادية؟ وهذه الأمور التي النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتحوط لها وأخذ مواقف مسبقة اتخذ من أجل أن لا تحصل بعض الأمور، سبحان الله حصلت. يأتي بعض الصحابة فيما يجيب أو يحرض به في الواقع، يحرض صحابي آخر على منع فاطمة سلام الله عليها من بعض حقوقها، فيقول إنما هي امرأة. النبي صلى الله عليه وآله يخاطبها يا فاطمة، حتى لا يجي تاريخ المزور بعد ذلك يقول كان يتحدث مع أحد آخر مو معلوم فاطمة.
ممكن أن يقول قائل أن فاطمة المعنية هنا فاطمة بنت شخص آخر وليست ابنته صلى الله عليه وآله. لا، كان حديثه صلى الله عليه وآله وسلم لها يتنوع ويتعدد باختلاف المكان والزمان، بما يؤكد حقيقة واحدة أنها هي المعنية. يا فاطمة إن الله يغضب لغضبك، ما قدم يرضى لرضاك، يغضب لغضبك. في موعد آخر، إنما فاطمة بضعة مني، فإذا هي مو بنت شخص آخر، هي بنته، بضعة مني يعني قطعة. يؤذيني ما آذاها وينصبني ما أنصبها، يعني يجعلني في عناء في تعب. الشيء الذي يجعل فاطمة في عناء وتعب وقلق وعدم راحة، أنا نبي ورسول ومبعوث وما أنطق عن الهوى، ترى نفس الموضوع يحصل عندي أيضا. في حديث آخر، يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها. في حديث آخر، يعيبني ما رابها، الشيء اللي يزعجها، الشيء اللي يقلقها، الشيء الذي ما يريحها، أنا أيضا نفس الحالة تحصل عندي. زين، إذن النبي صلى الله عليه وآله عندما يخاطب بهذه الكلمات المباركة من أجل أن يبين عدة حقائق، واحدة من هذه الحقائق أنها فاطمة ابنتي وليست أي امرأة أخرى، هذا من جانب، وكأنه تعريف يريد يبرز هويتها الشخصية، يقول هذه فاطمة التي هي ابنتي لها هذه المنزلة. هذا الأمر يبدو غريباً على المجتمعات في ذلك الوقت وحتى يومنا هذا، مع أن المرأة خرجت إلى ساحة الحياة العامة، ومع ذلك يبقى أن المرأة عندها هكذا قابلية، وكيف تعطى مثل هكذا درجات من التزكية والحصانة إلى درجة أنها عصمة معصومة، بحيث الآن يأتي شخص أو أشخاص، يعني هو هذا فكر معين ينفي أصل موضوع العصمة بالنسبة للمعصومين عليهم السلام. طبعا هذا أكو بيفد مفارقة عجيبة، يعني الذي يقول بهذا القول وقع في مأزق من حيث ينتبه أو لا ينتبه، ووقع فيه. فاطمة سلام الله عليها أقل ما توصف أنها صحابية. فئات من المسلمين يرون عدالة الصحابة، عدالة الصحابة تساوي عصمة لكنه بمصطلح آخر، عمليا يعطوهم درجة العصمة عمليا هكذا. طيب، أنت تثبت لكل من هب ودب من الناس الذي أنت تسجل في تاريخك وفي كتب حديثك وفي كتب تفسيرك وفي كل مصادرك أن هؤلاء تقاتلوا فيما بينهم، سب بعضهم بعضا، لعن بعضهم بعضا، تجاوز بعضهم على بعض، ومع ذلك تعطيهم هذه الحصانة بدرجة كاملة بأعلى ما يكون. فاطمة صلوات الله عليها عندما نقول معصومة هي صحابية، إذا أنت تعطي لكل الناس من الصحابة، والصحابي إخواني من رأى رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى الطفل إذا شاف وتبرك برؤية النبي صلى الله عليه وآله هذا يعتبر صحابي. زين، لماذا لا تعطي هذه الدرجة لفاطمة وأنت تعطيها لكل أحد؟ ليش تستغرب عندما نقول بعصمتها؟ الآن، وهذا الذي راح أتحدث به، يجاوب على عدة تساؤلات من جملة الذي بينته وتساؤلات أخرى. الصديقة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها عندما واجهت ما واجهت من عنة القوم، وجدت الأمر على مفترق طرق، إما أن تسكت ولا تؤدي وظيفتها الشرعية كمعصومة، نعم هي مؤتمة بعلي عليه السلام، لأن المعصوم في ظل وجود معصوم آخر الذي هو أسبق من عنده يكون ذاك إمامه، فهو يأتم به، فهي أحكامها وتعليماتها وتكليفها ووظيفتها الشرعية تأخذها من علي عليه السلام، كما كان علي وفاطمة والحسن والحسين يأخذون تكليفهم من النبي صلى الله عليه وآله عندما كان على قيد الحياة. فمعناه أنها
لها دور، ولكنه القضية بلحظ وجود أمير المؤمنين عليه السلام الحديث لأمير المؤمنين، إلا أنها ما انكفأت على نفسها. أكو حالات يمكن أن الإنسان يؤدي دور بها، وهذه عبرة إن حتى نربط بين الماضي والحاضر، حتى نعرف إلى أن إحياءنا لهذه المناسبات مو أنه مجموعة من الناس ما عندهم شغل وقاعدين يردون يقضون وقت كما قد يتصور البعض. لا، عندنا شيء هذا الذي يدخل ضمن بحوث التنمية البشرية المعاصرة، أن أهل البيت عليهم السلام عندما واجهوا حقيقة موجودة على صعيد الحياة، أكو منع وأكو إقصاء وأكو تهميش وأكو تغييب وأكو سجن وأكو إماتة وأكو إخافة، وإلى يومك هذا كل الأحكام القاسية تجرى على شيعة أهل البيت عليهم السلام. طيب، كيف هؤلاء يتثقفون ويتنامون ويتزايدون ويزدادون؟ إنما هي ببركة هذه المجالس. لذا الإمام عليه السلام يقسم إني أحبها فأحيوا أمرنا. إحياء الأمر، البكاء جانب، وهذا بعد ذلك راح نصل إليه ونبين كيف أن الزهراء سلام الله عليها من خلال فعلها، من خلال قولها، من خلال تقريرها، كل هذه الأمور فيها حجية علينا، يعني إحنا مسؤولين أمام الله عز وجل عن أفعالنا إذا اقتدينا بفاطمة، وتكون مبرئة لذممنا إذا اقتدينا بها. هذا راح نتحدث عنه إن شاء الله ما يتعلق بالبكاء. الزهراء صلوات الله عليها ما جرى عليها من فجائع أنحل جسمها صلوات الله عليها، مرضت، جاءت مجموعة من النساء لعيادتها، هذه قضية واضحة، إذن مريضة، هذه أوصاف الزمان والمكان والحالة الشخصية لها. إذن مريضة، المريض عادة مشغول بنفسه، وإذا حولت مجلس العيادة، عيادة المريض، إلى أن مجموعة الحاضرات يحملن رسائل للرجال، يعني إعلام مجاني، يومها ما ممكن أن علي سلام الله عليه يبين قضية ولا الزهراء تبين قضية، لأنه الإعلام سلطوي مؤمم لجماعة وجهة معينة. ومن الأدلة على ذلك ما قام به بعض الصحابة بصراحة، منعوا من تدوين الحديث، وكل واحد يريد يروي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله يكون يجيب له شاهدين. وتعرفون أعزائي شنو معناها؟ معناها أنه أكو تهمة مسبقة. الآن أي واحد من عندنا من يتكلم والطرف الآخر يقول له قبل ما تحكي أكو أحد وياك سمع هذا الحكي، إذا ماكو أحد وياك لا تحكي، فمعناه جيته مو بشخصيته، وبعد ما أكو مصداقية إله، فتأخذ العزة والغيرة على نفسه فيترك، فهذا معناه تكميم الأفواه. لاحظوا الزهراء عليه السلام كيف نجحت في تغيير خارطة الطريق التي أراد بعض الصحابة أن يسير الناس عليها، وحفظت الدين بمؤازرة أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكيف حفظت الوضع ليومكم هذا. فعندما جعلت كل واحدة إن جايات للعيادة، والمفروض أن الجاية هم زوجها أو أبوها يدري، فالقضية مو مستورة ولا أنه هي داز عليهن، ما بعثت عليهن، وإنما جئنا لزيارتها وعيادتها والحمد لله على السلامة. وإذا تحول المجلس إلى وسيلة إعلامية نافعة من أجل إيصال قضية، قضية كبيرة، قضية الإمامة، التي نعتقد بيننا بين الله عز وجل أنها قضية رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني الزهراء عليه السلام ما كانت تتعامل مع الإمامة بوصفها أنها من حقوق زوجها وذريتها، وإنما هي حالة متواصلة لما أراده النبي صلى الله عليه وآله من برنامج حياتي للمسلمين، لأن النبي يريد يحفظ الناس، وهذا المشروع معناه مشروع المضاد، معناه أن الناس يتعاملون بما يتعامل به بعض الناس الآن
بحيث يقتل ويقول لا إله إلا الله، يقتل يقول بسم الله والله أكبر. زين، هذا الفقه الذي علمك أنه تقتل يقول بسم الله، ما علمك أن البشر، كل البشر لهم حرمة، لهم خصوصية، أن النطفة إذا ألقتها المرأة من جوفها عليها دية، نطفة الذي أنت تقذفها في حالات وليس عليها شيء وليس لها أي مقابل، لكنها إذا صارت مبدأ نشوء آدمي، يعني مبدأ تكوين إنسان حتى لو معوق إلى دية، فمعناه أن الإنسان عزيز عند الله، كريم عند الله. زين، حولت المجلس بأبي هي وأمي صلوات الله عليها إلى أن الحاضرات هن مبعوثات للرجال، طبعا هذا هم راح يوصل للسلطة، غير ما أنه السلطة هم تسمع، لأنه المكان مو بعيد، ما يحتاج لا إلى مكبر الصوت ولا أحد، فضلا عن أن البعض يأتينا في من يأتي للزهراء عليه السلام في العيادة، في عيادتها بيّنت أن هذا الحق لنا وهذا الأمر من الله عز وجل، يقبل يقبل، ما يقبل خليه يهيئ جواب لله عز وجل يوم القيامة، وإحنا ترى مجرد إقامة الحجة، إجت الأمور بيدنا الحمد لله، ما إجت الأمور بيدنا إحنا نعتقد أكو محكمة إلهية، الله هو الحاكم وهو الشاهد، فما نحتاج أكثر من هذا. هذا جواب للإخوة الذي يظهر في الفضائيات وفي منتديات المحاورات يقول علي ما طالب بحقه، هذا مسكين في الواقع، هو لا يعلم أن مدرسة أهل البيت تستفيد من كل عنصر موجود فيها، الأطفال هم يحملون مشاعل نور، النساء يحملن مشاعل نور، كيف علي ما طالب؟ إنما هو القيام بالدور المناسب في الوقت المناسب. هاي إحنا أزمتنا مع الآخر، هذه أنه واحد يحاول أن يستعمل الطبول أينما كان وفي أي وقت كان. أهل البيت عليهم السلام عندهم نظام خاص، عندهم تنظيم وتوقيت وتدقيق في الأمور، يعني يعطيناهم أيضا رسالة، هذه هم عبرة أخرى خلي نعدها حتى من طلعون بالسلامة كل واحد يحسب بإيده كم قضية تعلمها من أهل البيت عليهم السلام. جيد، السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها يقول بلغها، فمعناه أكو تواصل، هي بالبيت لكن عندها خبر ماذا يحدث خارج البيت. لما بلغ فاطمة عليها السلام إجماع أبي بكر على منعها فدكا، لاثت خمارها على رأسها واشتملت بجلبابها وأقبلت في لمة من حفدتها ونساء قومها، يعني خلت شيء على رأسها، لبست ربطة، لبست شيلة، لبست فوطة، أي شيء، بالأخير مو المسألة مثل ما البعض تلبس وهو موجب للزينة. في يوم من الأيام استمعت في بعض الفضائيات إلى بعض الأخوات، الظاهر دكتورة أو شيء من القبيل، هذه مسكينة قاعدة تتحدث في غير اختصاصها، قالت هو المهم فشيء على رأسها أحمر أبيض ما يضر. لا، أنا أنطفت هامش، عندي مداخلة على كلامها، أحمر وأبيض وأصفر وكذا اللون جاذب، الشيء الذي ما يكون حجاب وصحيح غطى الشعر لكنه إذا أوجب الافتتان وصار مصداق مصاديق التبرج بعد ما يجوز، هذا راح يدخل في عنوان آخر. لذلك خلينا كل واحد يتحدث بمقدار ما يعرف، لا يتجاوز حدوده، وهذه أيضا عبرة ثالثة لنا، الذي قلت لكم عد كم قضية راح تتعلمها من أهل البيت عليهم السلام، هذه النقطة الثالثة، أن الإنسان لا يصير هو سياسي هو اقتصادي هو عالم هو منظر هو اجتماعي هو ما يصير يا إخواني، وهذه المجالس التي يألفها البطالون. الآن تلاحظ خلي واحد ينشر في القضية كم تعقيب يصير عليها وكم إعجاب إلها وكم تعليق، القضية تجي فلان ذهب فلان أجى، وقد الجميع كلهم يدعون بها، إذا مسألة شرعية صار ماكو إشارة وصار ما عنده رصيد وصار ما أدري شنو، بالنتيجة ما شافه لهذا الخبر أو شافه وعبره وراح إلى غيره.
فهذا معناه شنو؟ معناه ما راح يصير. يوصون بالصبر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا من التواصي بالحق ومن التواصي بالصبر. عمل الواجبات والانتهاء عن المحرمات أعلم أنه شاق أحياناً، لكن يحتاج إلى الصبر، وهذه صفات الله عز وجل ذكرها لنا، فلماذا لا نلتزم بها؟ إذن لاثت يعني أدارت وجعلت شيئاً على رأسها واشتملت بجلبابها، كان ما كان أكو جبة هاي اللي الآن يلبسوها ومقصفة ومجسمة. وللأسف بعض الأشخاص الرجال بلغت بهم حالة تأثير النساء عليهم إلى درجة بحيث ويبر يقول سيدنا العباية غالية هذه أرخص. جيد، إذا ما كان بها هذا النقش وبها هذه التزويقات المفروض أنها رخيصة، رخصتك من العباية، لكنه المسموع شيء آخر. وهذا ما أثر، شوفوا إخواننا قد أكو شباب الله يبارك بيكم، والكبار الأعزاء أيضا اللي عندهم أبناء وإخوة، هذا أثر سلبيا. الآن النساء يشكن، المؤمنات تشكي من أنه إذا ذهبت إلى بعض المحلات هذا الشاب يطلع كل أخلاقه، هي عينه وهي قلبه وهي حياته وهي روحه. وأنا أعلم، أنا في مرة من المرات اشتكوا لي من هذه الظاهرة، طلبوا أن أتحدث عنها، قلت البعض بحسن نية، مو يعني هي دارجة على لسانه، يقولون زين جيد، لكنه النساء تفتش عادة، ليش هذا ويا أخته ويا أمه بالبيت كلام قاسي، كلام جارح، كلام مؤذي؟ إذن هذا التوجيه اللي قلته ما راح ينفع معه. إذن حالة وصلت من أنه هن بلغنا إلى درجة من الانفلات بهذا المقدار، فمن يريد نتجاوز بعد أكثر، بحيث ماكو مانع، المهم أنها تأخذ هذا، وأنه هذا زين يناسبها وما يناسبها، وعلى مقاسة لو مو على مقاسة. تدرون ايش قد من الأسر جاي تنهدم بهذا الكلام لو لا؟ تدرون كم قلب أمير المؤمنين سلام الله عليه، وقلب الحسين، وقلب موسى بن جعفر ومحمد الجواد، وقلب الرضا، وقلب الأئمة البقية سلام الله عليهم مجروح من الصباح إلى المساء من خلال بعض التصرفات اللي تكون. فلذلك المسألة هذه ما بها أن نكون الحكومة تقرر الميزانية وترتب هذا الأمر، هذا ما بي مصرف، هذا أبو المحل لو ابنك لو ابني، لو أخوك لو أخوية، لو قرابتك لو قرابتي. بالنتيجة خلي نختصر هذا الموضوع، إلى متى؟ اليوم العالم 2015 وإحنا بعدنا الأشياء المثيرة أمام مرأة الناس، واليوم العراق ما شاء الله صار محطة وقبلة للأمة، الشيء هذا مفخرة لكم أهل العراق، لابد أنه تحرصوا على إدامة هذه النعمة. أما يجيك واحد ليش سدوا هذا الشارع وليش فتحوا ذاك الشارع وليش صعدوا فلان ليش نزلوا فلان، سبحان الله ما جاء أشوف أن واحد، أنا ما أشوف، ما أدري ربما أنتم شايفين، ما شفت فد واحد يقول لماذا هذه المحلات بهذا الشكل، وهذا اللي يشتغل هنا واللي يشتغل هناك، وهاي تدخل حتى تتبضع من عنده ملابس أو غير ملابس يوقف ويسولف وياها، مو هاي خلوة يعني، مكان منفرد بينك وبينها، ما يصير يا أخي. واحد من عندكم لازم يطلع لو للخارج المحل لو يصير طرف ثالث، فهذا ما يفرق. يجون بعض طلاب الجامعات أحيانا يقول سيدنا أنا ويا زميلتي أريد أن أتذاكر في هذه المادة الذي أنا ما حاضر بها. طيب ليش ما ذكرت ويا الزميل؟ ليش ويا الزميلة؟ تلاحظون عندنا أزمة. زين، ثم بعد ذلك ارتج المجلس، ارتفع البكاء، طبعا أكو شعور بالتقصير، أكو تأنيب ضمير، أكو بقايا صحوة في قلوب الناس موجودة. ثم أمهلت هنيئة شوية انتظرت حتى إذا سكن نشيج القوم وهدأت فورتهم، لأنه بعد محاضرة كن تصير. ابتدأت المحاضرة كل الأصول الاعتقادية ذكرتها، سان ما إذا فصل كم خطبة أكو، هذا تسمعوه من الإخوة الأعزاء الخطباء بارك الله فيهم جميعا يتحدثون لكم عن ذلك، وأكثر من خطبة أكو وفصول الخطبة، بحيث حتى بيان الحكمة من بعض الأحكام
أي قضية أمير المؤمنين سلام الله عليه في الساعات الأخيرة من حياته الشريفة يؤكد الله الله في الأيتام. سبحان الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا بحب محمد وآل محمد واتباع عملهم والبكاء على مصائبهم. استمعوا للشيخ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن المظلومة الطاهرة، السلام على صاحبة الضلع المكسور، السلام على من دفنت سرا لا جهارا وليلا لا نهارا، أو تدري لم أحرق الباب بالنار، أرادوا إطفاء ذاك النور، أو تدري ما صدر فاطمة ما المسمار. هذا السيد يعدد المصائب، سيد باقر الهندي، هذا الشعر إذا المصيبة الأولى ما تبكيك تبكيك الثانية الثالثة، أو تدري ما صدر فاطمة ما المسمار، ما حال ضلعها المكسور، ما سقوط الجنين، ما حمرة العين، وما بال قرطها المنثور. يدقل أبويا آمر على عبد ضرب، والله من ضربة للقاع ذبني، ولا انكسر قلبه ولا رحمني. أتصور دارها اليوم مظلمة، دارها موحشة، يوم روحك الحمامة تحوم والدور تدور عليك يما، وين صرتي أعاين كل كتر يا يما بالبيت، هنا قمتي يا يما هنا قعدتي، ولو بالطيف أشوف النجو ترحين، تعايب معصب جنشف دمعتي. هاي زينب تقلها ما لحقت بيك ودعتك، وتابوت الخشب يم ما بيتك،